الله عز وجل يقول عن هذا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. متى تتنزل الملائكة على هؤلاء الصالحين؟ عند أصعب الظروف وعند أقوى الظروف، عند لحظات الفراق، عندما تخرج هذه الروح من الجسد. تتنزل عليهم الملائكة عند الموت، ثم تقول لهم: تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ألا تخافوا بما سوف يكون بعد الموت. لا تخاف يا مستقيم، لا تخاف يا صالح، فإن حياتك بعد الموت حياة آمنة مطمئنة، سوف يختم لك بخير. ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويوم القيامة يكونون أحبابي في الله الناس في يوم عظيم. الله عز وجل يقول: فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء الصالحين الذين كانوا في الدنيا، الله عز وجل يقول عنهم: وتتلقاهم الملائكة، وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الملائكة تصبرهم، الملائكة تطمئنهم في هذا اليوم العظيم: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. الله عز وجل يقول عن الصالحين يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. اللهم اجعلنا منهم. وهؤلاء الصالحين يأخذون كتابهم بأيمانهم. قلوا آمين. اللهم اجعلنا منهم.